مش مهم أي حاجة في الحياة، المهم وقت ما بلدنا تنادينا. صوت نداها أمر ده مفيش شيء معاه، يكون مهم ساعتها أو غالي علينا. مش مهم أي حاجة في الحياة، المهم وقت ما بلدنا تنادينا. صوت نداء أمر ده مفيش شيء معاه، يكون مهم ساعتها أو غالي علينا. المهم إن المهم أتم حالا وبنجاح، مش مهم ساعتها مين هيعيش ومين في الجنة راح. المهم إن المهم أتم حالا وبنجاح، مش مهم ساعتها مين هيعيش ومين في الجنة راح. المهم والأهم لينا وخلصت الكلام، أهلنا وبلدنا يبقوا كل ثانية في أمان. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض.